عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا احلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن جنسية كوستاريكا. كوستاريكا كلها قد كده صغيرة، دولة صغيرة جدا، وعاصمتها سان خوسيه، يعني ممكن نقدي شارع الهرم كده قد نص جدة. دولة صغيرة جدا. اللغة في كوستاريكا اللغة الأسبانية. هنتكلم عن جنسية لدولة كوستاريكا. أي شخص يقدر ياخد جنسية كوستاريكا. تقدر تقدم على الجنسية عن طريق الاستثمار، عن طريق الزواج، عن طريق المولود. من أهم الجنسيات لدولة كوستاريكا وهو عن طريق الاستثمار. في المقام الأول لدولة كوستاريكا الاستثمار، تقدر تخش كوستاريكا وتستثمر بمبلغ 200,000 دولار وتحصل على جنسية دولة كوستاريكا. كوستاريكا بترحب بالمستثمرين يا جماعة. كوستاريكا دولة بترحب بالمستثمرين، لأن الدخل الكوستاريكي يعتمد على السياحة. تقدر تستثمر في كوستاريكا وتحصل على جواز سفر دولة كوستاريكا. جواز سفر دولة كوستاريكا قوي جدا جدا، بيؤهلك الدخول إلى 122 دولة ودخول جميع الدول الأوروبية. تقدر تقدم على الجنسية لو أنت متزوج، لو أنت متزوج من امرأة كوستاريكية، أو أنت متزوجة من راجل كوستاريكي، تقدر تقدم على الجنسية. وبرضه لو ابنك مولود في دولة كوستاريكا، الأم والأب بياخدوا إقامات دائمة، والمولود بيحصل على الجنسية فورا ويستخرج له جواز سفر. ولكن الأوراق المطلوبة للاستثمار مختلف عن أي دولة. أول حاجة لازم تكون فوق سن 18 سنة. تاني حاجة لازم تجيب كشف حساب بنك بالمبلغ 200,000 دولار للاستثمار. تالت حاجة بتجيب كشف طبي انك خالي من جميع الامراض المعدية. الكشف الطبي يكون مختوم من السفارة في بلدك. تقدر تستثمر في كوستاريكا في المنتجعات السياحية. كوستاريكا بترحب بالمستثمرين الاجانب، لان دخل الدولة بيعتمد على السياحة. كوستاريكا دولة مليانة خضار يا جماعة، فيها اعلى اشجار في العالم. على رأي اخواننا الخليجيين، البلد تخبل يا جماعة. كوستاريكا جواز سفرها زي ما قلنا قوي جدا جدا، بتدخل اكتر من 122 دولة حول العالم، وتقدر تورث اولادك الجنسية واولاد اولادك، تقدر تورثهم جنسية دولة كوستاريكا. واصلا انك انت يكون معاك جواز سفر دولة كوستاريكا وجنسية دولة كوستاريكا، دي حاجة عظيمة جدا جدا. يعني تقدر تخش جميع الدول الاوروبية من غير تأشيرة. جواز سفرها قوي جدا جدا، بتأمن مستقبلك ومستقبل أولادك بجنسية تانية مثلا غير جنسية بلدك الأم. البلد جميل يا جماعة، كوستاريكا بلد جميلة جميلة فوق ما تتخيل، وصغيرة قد الأوروغواي. كوستاريكا والأوروغواي نفس النمط، غير الأرجنتين والبرازيل. كوستاريكا دولة صغيرة جدا، مليانة خضار، مليانة مزارع، مليانة مناظر طبيعية، فيها أعلى أشجار في العالم يا جماعة. البلد بتخبل صراحة، البلد بتخبل. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم. اللي ما يعرفنيش، انا علاء الدسوقي، مصري عايش في امريكا الجنوبية. اشتركوا في القناة حلف في العالم.